مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة وفيها تتابعون. في المشاهد نت، المواقع الإخبارية تنقل ما حدث يوم أغلق الحوثيون جميع محلات بيع الهدايا في صنعاء. وفي البي بي سي، منظمة الصحة العالمية تنصح جميع دول العالم بالاستعداد لوصول كورونا إليها. وفي الدي دبليو، أخبار منوعة، مواطن ألماني يوصي بجميع ثروته لحزب ليس عضوا فيه. تحدث موقع المشاهد نت عن يوم أغلقت ميليشيا الحوثي محلات بيع الورد في صنعاء ووضعت حراسة على أبواب المحلات حتى لا تفتح، وعنوان الموقع: في عيد الحب الحوثيون يعتدون على الألوان الحمراء. وقال الموقع إن جماعة الحوثي أقدمت على إغلاق محل بيع الورد والهدايا في صنعاء وباقي المناطق والواقعة تحت سيطرتها، كما قام مقاتلوها بمصادرة جميع الهدايا والورود الحمراء وكل ما لونه أحمر. وقال صاحب متجر بيع هدايا في الساعات التي سبقت الإغلاق إن إقبال المواطنين على شراء الهدايا بمناسبة عيد الحب كان كبيرا مقارنة بالأعوام الماضية، إذ يجد الناس فيه فرصة لتبادل الحب والسلام، خصوصا في ظل ما تعيشه اليمن من حرب. ولم تكتفي الميليشيا بذلك، بل أقدمت على سجن أحد أصحاب محلات بيع الهدايا. وفي شارع هائل لاحظ المارة قيام الحوثيين بملاحقة شاب يرتدي جاكيت لونه أحمر، وقال الشاب للموقع: الحوثيون مزقوا الجاكيت الذي كنت أرتديه إربا إربا ورموه على القارع على قارعة الطريق بحجة أنني أحتفل بعيد الحب. كما كتب أحد الآباء على الفيسبوك أن مسلحي الميليشيا اعتقلوا ابنه الذي كان يرتدي قميصا أحمر، وأضاف: اعتدوا على ابني بالضرب المبرح ومزقوا قميصه وكسروا ساعته ثم أودعوه السجن كمجرم. وأضاف الأب متحدثا بعد الاعتداء وسجن ابنه: ابني الذي لم تمتد يدي يوما لضربه تضربونه أنتم. موجب اللا استقرار والثورة، تحت هذا العنوان كتب طه العزعزي مقاله المنشور في موقع المصدر أونلاين مضيفا: بعد قيام الثورة وأثناء استمرار مطالبات ثوار فبراير السلمية بتنحي علي عبد الله صالح من السلطة رسميا، ظهرت حجة سياسية ضمن لعبة الاحتفاظ بالسلطة في وجه ثنائي: إما الرئيس أو تقرح كل الرؤوس. وبالفعل ابتدأ تبرير هذا السلوك الفوضوي يأخذ مداه الأبعد من التقتيل، ورددت شعارات مضادة مقابل الثورة الشبابية وكأنها هي البديل. أيضا بدت صورة الرئيس في ذلك الحين وكأنه المخلص الوحيد للوطن. هذا الإلحاح والمطالبة بالإبقاء من قبل رأس السلطة أدى إلى إبقاء استمرارية الفعل الثوري الرافضي للنظام التوريثي مدة أطول. نعم، بل كيف يمكننا فهم حالة اللا استقرار السياسي أثناء حكم علي عبد الله صالح في ظل وجود فائض أسلحة تفوق قطعها عدد رؤوس الخلق وأيديهم وأرجلهم؟ هذا يبدو صعبا جدا وصادما لأولئك الذين يتباكون على نظام صالح محتجين بحالة الاستقرار الوهمية في تلك المرحلة. موسيقى حزينة بدأت تخيم على المشهد اليمني بعد ثورة فبراير اقتضت وضع جدول مقارنة بين نظام الثورة وما بعدها. مباشرة بدأ تحميل نتائج مآلات التحولات في الرهن اليمني بما فيها المشهد الحروبي الدموي ثورة فبراير دون غيرها. مثل هذا الفرز الدعائي تأويل الواقع وتفسيره كنتيجة سببية ينتهون إليها ولا يستمرون أكثر في تفكيكها بكل أمانة تاريخية. هذا الطرح كان يحلم أكثر برسم الصورة بمغالطة تاريخية. الانتقاد العنيف لثورة فبراير سيجعلنا أيضا أمام انتقاد آخر لثورة سبتمبر، وهو أنها لم تستطع القضاء على الإمامة كثورة لتغيير جذري شامل، الإمامة التي هي بصيغتها الجديدة الآن حوثيين. فثورة فبراير الآن تكمل ما لم تقم به ثورة سبتمبر الأم بأدوات وضوابط الراهن. أخيراً، على المثقف أو المفكر أو السياسي في حالة اللا استقرار هذه كي يكون أبعد معرفة، فعليه أن يطيل النظر إلى أسفل قدميه، ولكن عليه توقع هل يمكن لأصابع الأقدام أن تصفق ذات يوم؟ معتقل آخر يموت بعد خروجه من معتقلات الحوثي بتأثير الآلام التي حملها معه هو المواطن نشوان مقبل سعيد سيف، وعنوان موقع المصدر أونلاين: هكذا قتل الحوثيون نشوان. يفيد الموقع عن الضحية:
قضى نشوان الذي ينتمي إلى المهمشين عاما كاملا تحت التعذيب في سجن الصالح بتعز بعد خروجه من المعتقل. توفي المختطف متأثرا بالجروح التي حفرتها الميليشيا على جسده النحيل. وحسب التفاصيل التي أوردها تقرير منظمة سام مقرها جنيف، فإن فريقها التقى نشوان بعد الإفراج عنه، لكن نشوان توفي قبل أن يرى تقرير المنظمة، وهو التقرير الذي يعرض جوانب من الظلمات والوحشة والرعب الذي يحيط بمدينة الصالح السكنية، والتي بنيت لتكون سكنا لمئات الأسر من الموظفين قبل أن يحولها الحوثيون إلى معتقلات سرية ومعامل لتعذيب المختطفين والتكسب من معاناتهم ماليا وعسكريا. يفيد التقرير أنه بعد عام وأكثر من اعتقال الضحية، وبعد أن أصبح نشوان روحا حية تسكن جسدا ميتا أخرجه الحوثيون من زنزانته عند السادسة مساء، وقاموا بوضع غطاء على عينيه وحملوه فوق طقم ثم رموه على قارعة الطريق. يتهم أولياء الأمور في عدن المجلس الانتقالي بتحريض المعلمين في مدارس المدينة على الإضراب رغم حصولهم على رواتبهم الشهرية. موقع عدن الغد، واحتفاء بعودة معلم إلى عمله، عنوان مع معلم يعلن عودته إلى التدريس بعدن. ووفقا للموقع، فقد أعلن المعلم باسل محمود الباشا عن عودته لممارسة مهامه لتعليم الطلاب وكسر الإضراب الذي دخل شهره الثاني في بعض المحافظات الجنوبية. وخطب المعلم باسل طالباته: بناتي، هذا يكفي، وكلت أمري إلى الله في انتزاع حقي، وقررت من غد العودة لأداء واجبي لعل الله يرضى عني ويسهل أمري. ونشد المعلم أولياء الأمور بدفع أبنائهم إلى المدارس. الجدير بالذكر أن مجموعة موالية للانتقالي تطلق على نفسها نقابة المعلمين والتربويين الجنوبيين قد أعلنت عن إضراب شامل ما أدى إلى شلل تام في العملية التعليمية بالعاصمة المؤقتة عدن مطلع الفصل الدراسي الثاني. ما قلته لجاريد كوشنر عن خطته للسلام في الشرق الأوسط، تحت هذا العنوان كتب أرون ديفيد ميلر مقاله الذي ترجمته إلى العربية صحيفة الغد وجاء فيه: التمس كوشنر نصيحتي من بين آخرين منذ أن تولى دوره بصفته مبعوث صهره للسلام بكل لطف واحترام. فيما يلي أهم دروس نقلتها إليه. أما أنه لم يأخذ بنصيحتي فلم يكن ذلك مفاجئا، فبعد كل شيء كنت صانع سلام فاشلا. وقد أوضح لي كوشنر بلا مواربة في لقائنا الأول أنه مصمم على فعل الأشياء بطريقة مختلفة تماما، والآن جاء دوره. لكنني أعتقد أن رسالتي الرئيسية لم تصله. كان الذي شكل ملاحظاتي هو الفشل، وقدمتها في محاولة لمنع تكرار الأخطاء، ولست معجبا بهذا الرئيس، لكنني أخبرت كوشنر بأنه إذا نجح فإنني سوف أحتفل. في المرة الأولى التي التقيت فيها بكوشنر قلت له بلهجة نصف مازحة إنني أتمنى لو كان والد زوجتي يثق بي بقدر ما يثق به صهره، لأنه أعطي وظيفة مستحيلة. وبالنظر إلى الفجوات بين جانبي الصراع بشأن جميع القضايا الأساسية وخاصة القدس وحدودها وعمق انعدام الثقة بين رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو والرئيس الفلسطيني محمود عباس والسياسة المثيرة للانقسام على كلا الجانبين، فإن احتمالات نجاح خطة كبيرة كانت من ضئيلة إلى لا شيء. قال إن صهره يريد خطة سلام كبيرة. قلت لا بأس، ولكن كن حذرا جدا، إنه إذا لم يحترم القضايا وفضل بشكل صارخ جانبا واحدا على الآخر فقد ينتهي به الأمر إلى جعل الموقف السيء أسوأ بكثير. كما اقتبس من فلوكنر في قداسة راهبة قوله: الماضي لا يموت أبدا، بل إنه ليس ماضيا، وإذا كان ثمة مشكلة كان الماضي مقدمتها فهذه هي. نصحته بدراسة ما حدث للبحث عن طرق لتشكيل نوع مختلف من المستقبل مع أخذ دروسه بعين الاعتبار. ليس عليه أن يكون عالقا في الماضي بالضرورة، لكنه لا يستطيع أن يتجاهله. قلت له إنك إذا لم تكن تعرف أين كنت فإن فرص معرفة أين يمكنك أن تذهب ستكون ضئيلة للغاية. وصفت صحيفة فرنسية إسقاط طائرة تابعة للتحالف في اليمن بأنه أمر نادر الحدوث. وعنونت صحيفة لوفيغارو: اليمن مقتل 31 مدنيا في غارات جوية للتحالف. وبدأت الصحيفة بالحديث عن مقتل ما لا يقل عن 31 مدنيا في اليمن في غارات شنتها قوات التحالف تحت القيادة السعودية في أعقاب تحطم إحدى طائراتها القتالية في البلاد والتي تعيش أتون حربه.
وأكد المتمردون الحوثيون اليمنيون أنهم أسقطوا مقاتلة سعودية تابعة للتحالف مساء الجمعة، ولم يحدد التحالف أسباب تحطم الطائرة. تضيف الصحيفة في تقرير ترجم لصالح قناة بلقيس: يعتبر إسقاط الطائرات المقاتلة أمرا نادرا منذ بدء الصراع في اليمن عام 2014، والذي تدخل على إثره عام 2015 تحالف عسكري تشكل أركانه السعودية والإمارات لدعم السلطة ضد المتمردين الذين يسيطرون على المناطق الشمالية والغربية من البلاد. بعد إسقاط الطائرة أعلن عن ضربات متعددة من قبل التحالف العسكري في منطقة الهيجة، حيث تجمع السكان حول حطام الطائرة التي أسقطت. تتابع لوفيغارو: أقر التحالف الذي تقوده الرياض احتمال حدوث أضرار جانبية خلال عملية البحث والإنقاذ في موقع التحطم. نصحت منظمة الصحة العالمية جميع دول العالم بالاستعداد لوصول حالات إصابة بفيروس كورونا إليها، وعنونت شبكة البي بي سي: فيروس كورونا، منظمة الصحة العالمية تنصح جميع دول العالم بالاستعداد لوصول الوباء إليها. وقالت لجنة الصحة الوطنية الصينية إن العدد الإجمالي للإصابات في بر الصين الرئيسي بلغ 66,492 حالة، وإن الوفيات زادت بواقع 143 حالة ليصل عددها إلى 1523 شخصاً. ويعيش في ووهان الصينية التي انتشر منها فيروس كورونا نحو 11 مليون شخص، وبدأ تفشي الفيروس في شهر ديسمبر ليصل إلى 24 دولة خارج الصين. وظهرت أكثر من 2500 إصابة جديدة في الصين وحدها في 24 ساعة الماضية فقط، رغم تطمينات بثتها الحكومة الصينية حول احتواء المرض. متى تلقي إسرائيل العرب في البحر؟ تحت هذا العنوان كتب وائل قنديل مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد مضيفاً: بلغ عدد المصريين 100 مليون مواطن، وبذلك يكون عدد السكان العرب قد اقترب من 450 مليون شخص. هناك نحو 7 ملايين منهم على الأقل عسكريون ورجال أمن، تقريباً هم عدد السكان الصهاينة المحتلين للأراضي العربية في فلسطين والجولان. رقمياً هناك عسكري عربي مقابل كل مستعمر صهيوني، هذا العسكري العربي نصيبه من ميزانية بلاده يزيد بما لا يقارن عن نصيب المواطن العربي العادي، لكن المفارقة أن 7 ملايين مستعمر صهيوني لا يرون خطراً في 7 ملايين مقاتل عربي الذين صارت وظيفتهم قمع 450 مليون مواطن عربي وإخضاعهم. وعلى نحو خاص من يرى إسرائيل على الوجه الصحيح كياناً استعمارياً محتلاً غاصباً وسارقاً للأرض. تخيل لو أن كل عسكري عربي يعرف أن عدوه ليس المواطن المدني الحالم بالديمقراطية والتقدم والحرية في وطنه، وإنما ذلك الصهيوني المحتل لفلسطين. وتخيل أيضاً أن العسكري العربي لا يزال يحتفظ بعقيدته العسكرية سلمية وصحيحة ونقية من دون تلوث أو تشوه، بحيث يكون مستقراً في يقينه أن فلسطين قضية كل العرب عسكريين ومدنيين، وأن وظيفته هي حماية حدوده ووطنه وليست حماية أمن العدو المحتل وحراسة خطوط الغاز المسروق منا والمباع لنا بأثمان مضاعفة. تخيل كذلك لو أن كل عربي عسكريا كان أم مدنيا يعتز بوطنه الأصيل العريق الممتد في عمق التاريخ والجغرافيا كما يفعل الصهيوني في علاقته بما اغتصبه منا وأسماه وطنا رغم أنف الجميع. تخيل لو أن العربي تحرر من هذا الشعور القاتل بالدونية أمام أعدائه، تلك الدونية التي زرعها في وعيه حكامه ومثقفوه وشيوخه وكهنته الساهرون على مصلحة العدو، حتى صار بعضهم صهاينة أكثر من الإسرائيليين المحتلين أنفسهم. صحيفة الإندبندنت ركزت على تصريحات مؤسس ومدير موقع فيسبوك مارك زوكربيرغ أمام المنتدى الأمني الدولي في مدينة ميونخ في ألمانيا، حيث كشف أن فيسبوك يقوم بمحو 1,000,000 حساب يوميا من قاعدة بياناته في مساعيه لمواجهة المواد الضارة. ويضيف أن زوكربيرغ أكد أنه يوجد الآن ما لا يقل عن 35,000 مراقب للمحتوى وفحص طبيعته والتأكد من أنه آمن. وقال إن ميزانية فيسبوك المخصصة لضمان أمان المحتوى لعام 2020 أكبر من عائداته خلال العام 2012، والتي بلغ خلالها عدد المشتركين 1,000,000,000 شخص.
وأفادت الصحيفة أن فيسبوك وعمالقة مواقع التواصل الاجتماعي مثل تويتر وجوجل أصبحت تعاني تحت ضغوط متزايدة لمكافحة المنظمات السياسية والدول التي تستخدم منصاتها لنشر أخبار ودعاية كاذبة أو بهدف التأثير على السلوك والممارسات السياسية للناس. عمولات وسبائك ذهبية وعقارات بقيمة 7 ملايين يورو هي تركة مهندس ألماني من ولاية سكسونيا السفلى أوصى بها لحزب البديل من أجل ألمانيا، وجاءت هذه الثروة في وقتها المناسب نظرا لحاجة الحزب لها حسب ما أفاد الحزب الشعبوي المعادي للمهاجرين. وعنون موقع الديدابوليو: مهندس ألماني يوصي بثروته الطائلة لحزب البديل الشعبوي. وقال الموقع إن الرجل ترك كامل ثروته البالغة قيمتها حوالي 7 ملايين يورو للحزب بعد مماته. الغريب في الأمر أن المهندس ترك وصية يحدد فيها حزب البديل كوريث وحيد له، رغم أنه ليس عضوا في الحزب. وتتكون الثروة وفقا لبيان الحزب في المقام الأول من عقارات وعمولات وسبائك ذهبية أيضا. ووفقا لرؤية الحزب اليميني، جاءت هذه المنحة المالية في وقتها المناسب، إذ يتعرض الحزب لتهديد تسديد غرامات مالية بسبب تلقي تبرعات حزبية غير مشروعة بقيمة تقدر بمليون يورو. تعيش الصين حالة من الرعب جراء تفشي فيروس كورونا، ويمنع الناس هناك من المصافحة، ونادرا ما يلتقوا. مجموعة من الصور نطالعها من موقع تلفزيون الصين المركزي CCTV. منذ زمن بعيد حاول الإنسان تخليد ما يراه والتعبير عن وجهة نظره باستخدام الرسم، فسخر لذلك كل إمكاناته، نحت في الجدران ونقش في الجذوع حتى وصل إلى استخدام الريشة والقلم فيما يعرف بالكاريكاتير. هذه مجموعة من تلك التعبيرات. بهذه المجموعة من الرسوم وصلنا وإياكم مشاهدينا الكرام إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة. نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.